تصريحات مثيرة للمدرب الجزائري نور الدين زكري الذي أنقذ نادي الأخدود السعودي من السقوط وأصبح مدربا مختصا في إنقاذ الأندية من السقوط. تصريحات مثيرة لبن زكري قال فيها: لن أشاهد المنتخب الجزائري بعد اليوم ولن أقدم لهم أي نصيحة، لقد همشوني وخبأوا ملفي. وقال بأنه قدم ملف ترشحه لتدريب المنتخب الوطني الجزائري لكنهم قاموا بإخفاء ملفه عن وليد صادي الذي أخبره بأنه لم يصله أي ملف ولم يصله أي ترشيح لأي مدرب جزائري. وقال بأن الفاف قالت بأن المدرب الجديد يجب أن يكون مجيدا للغة التواصل، وقال بأن بيتكوفيتش لا يعرف لا اللغة الإيطالية ولا الفرنسية، وأنا إيطالي وأعرف أو عملت في إيطاليا وأعرف الإيطالية وأعرف بيتكوفيتش. يبقى نحييه على كل حال، نحييه لأن هذا تحدي لما حمل الفريق هذا تاع السعودية وكان شبه نازل، يعني كان شبه نازل صراحة. ونقضوا وشفنا المقابلة الأخرى حتى الجرية تاعو لما دخل الميدان نحييه. يبقى دائما نور الدين هذا الكلام ديالو هذا يا ربما عنده الحق في كلكو بار، حط الملف ديالو ما طابوش يعني لماذا نقول ولكن اصبر شويه مازال هذا ما كان. احنا معروف على نور الدين زكري هو التصريحات هذه والحماسيه، هو مدرب حماسي بصراحه، جاء للنادي ممكن عنده حوالي 9 ولا 10 نقاط، خاض معاهم يعني معجزه وبقاهم في الدوري، وفي الدوري مو سهل الدوري السعودي السنه هذه، ارماده من نجوم يعني، وعنده حق جزائري كأي مدرب ولا أي شخص جزائري ممكن عنده الحق أنه يترشح، ولكن في الأول والأخير يأخذوا القرار للناس المسؤولين. يعني كما قال لك من حقه يبقى جزائري، وأنا والله غير نحبه ونبغيه صراحة وصديقنا، عنده ثقة كبيرة في النفس حتى كان مدرب طموح حب يدرب، أطلق صريحات قبل مدة بعد نجاحه في إبقاء فريق الأخدود في الدرجة الأولى السعودية، كان قال لهم انا احسن مدرب في السعوديه، وحتى نمسكش الدرجه اسمه خيسوس واسمه ذاك مدرب الهلال، المدرب قال لهم انا احسن منه، قال لهم محدود، قال لهم محدود جدا، قال لهم انا افضل منه، قال لهم انا افضل منه. اخويا انا نحب الثقه في النفس، عنده الحق والله غير عنده الحق، من حقه انه من خبأ ملفه قاسي سعيد. الله لست ادري لازم يدير الاصابه في الاتحاد، لازم يدير تحقيق وين انا ربما وين ما شاطرش نور الدين، لكن حتى اذا كانوا خبأوا ملفه هو كان ظهر لوسائل الإعلام وأعلن ترشحه لتدريب المنتخب الجزائري، يعني من حقه يتكلم أسامة قال كجزائري وين ما شاطرش أنا في ربما لغة التواصل ما بين المدرب واللاعبين، ما شاف أسامة ما شاف يدرب حراس المرمى تاع طنجره مش كيفاش يتكلم معهم باللغة الإنجليزية، وأنت واش تكلم معهم باللغة الإنجليزية، هما اللغة تاعهم يعني لغة كما نقولوا احنا يا سوالي تاعهم، لكن اللغة اللي تكلموا بها هي اللغة الإنجليزية. أنا أشوف ما نوافقوش لأنه لغة حتى مدرب المنتخب الوطني ولا الناخب المدرب الوطني مدرب يعني يعرف اللغة الفرنسية، يعرف اللغة الإيطالية، يعرف اللغة الإنجليزية، ممكن ما يتقنش اللغات لكن يوصل الرسالة. نعم، 10 ملايين يورو قد تنقل عوار من روما إلى السد القطري. والله صراحة أتأسف لأنه نتحدث عن لاعب في سن 24 سنة فقط، أنا نفضل نشوفه يعتزل في السد القطري مثلا لما يفوق سن 30-33 سنة، ولا تروح للسد القطري تمد الخبرة تاعك لهذا الفريق أوكي، ولكن أن تذهب وأنت في عز شبابك وفي عنفوان شبابك إلى نادي السد القطري مع احترامي للبطولة القطرية، ولكن يقدر ما زال يقدر عوار يقدم مع أندية أفضل في أوروبا في مستوى أعلى، يقدر يعاود يولي فرنسا، يقدر يلعب في ألمانيا، معليش ما نجحتش في نادي روماني ماشي نهاية العالم، وماشي لازم تفكر أنك خلاص انتهت المسيرة تاعك وانت لم تتجاوز سن 24. أنا نفضل أنه يتريث قبل اتخاذ القرار، يشوف فريق آخر ربما في إسبانيا، فريق مثل فالنسيا، فريق مثل إشبيلية يقدر يلعب مقابل المادي. هل كاين عروض؟ العروض المقابل المادي، المقابل المادي، لأنه مؤكد أنه ما كاش لي راح يعطيك راتب مثل اللي يعطيه لك السد القطري، لأنه قطريين ما شاء الله عليهم زادهم الله بسطة في المال، تقدرش تواجههم ماديا، كاين أمور الإنسان يسبقهم على الأموال، اللي لازم يكونوا عندك أهداف، يكونوا عندك طموحات، ترك في سن 24 سنة تقدر تروح لقطر، معليش تأجل هذه الفكرة لأنك في تقدر تروح في سن 28، تقدر تروح في سن 30، صح أنك تروح في سن 24 سنة مشكل،
أنا ممكن ما وافقوش الرأي لأنه شفنا لاعبين الحين لاعبين كبار لاعبين مشهورين رم ينتقلوا للدوري السعودي الدوري القطري حتى اللي شفنا لعبة المنتخب الوطني اللي شاركوا في دوريات الخليجية رم يلعبوا في المنتخب الوطني وهو ممكن يحسبها من عدة جوانب أنت عارف المقابل المادي والحياة في قطر ولا في الخليج مش هي نفس حتى ما شفناش في روما يشارك باستمرار نعم حتى ممكن لو القاع عروض في أوروبا ما راح شيء يخلي أوروبا ويجي لكن أنا نشوف إنه الخليج ولا نعم. بشكل عام ولا قطر راح يلقى هذه الأشياء يعني حتى شفنا لاعبين صغار 20-21 سنة كانوا مواهب رم يلعبوا في الدوري السعودي والدوري نعم. القطري نعم في نهاية هذا البرنامج نتحدث قليلا عن تجربة أسامة الحمدان الموجود معنا اليوم في تنزانيا ومدرب أعيد وأذكر بأنه مدرب حراس مرمى المنتخب التنزاني حدثنا كيف وصلت إلى هناك كانت لك تجربة في نادي الإسماعيلي نعم طريق أخوان غاريدو المصري ثم انتقلت إلى تنزانيا أول حاجة أن ودي نشكر المدرب أخوان غاريدو مدرب سابق الاتحاد العاصمة اللي هو صديق للمنحية كانت عند سنة قبل فاتت كنت اشتغلت معه سنة كاملة في نادي الإسماعيلي المصري نعم وكنا هذه كان معنا حسني عبد ربه والسنة هذه كان عندي تواصل مع عبد ربه هو مدير الكرة كرة في صراحة نادي من الشخصيات الجميلة والشخصيات المحترمة وبالعكس يحب الشعب الجزائري ويعني في البداية كانت صعبة بحكم السن لكن الواحد انت عارف في زمن المعرفة والعلم ناخده بالشهادات والعلم شفنا مدرب أول تجربة لك كان سنك السنة فاتت 34 سنة 34 سنة هذا شيء جميل جدا كان الحارس هذا أحمد عبد المنعم حارس نادي الأهلي يعني كان أكبر مني لكن الواحد أنت عارف مدرب الحراس المرمى ولا مدرب لازم يكون بدنيا جاهز وتكون يعني ما عندك شهادات ومشي نقعدوا غير نتكلموا مثلا لازم ما هي الشهادات التي تمتلكها نملك أعلى شهادات من الاتحاد الأسيوي اللي أعلى شهادة في تدريب الحراس المرمى عندي شهادات حتى في تدريب العادي عندي شهادات تحليل الفيديو عندي شهادة من الاتحاد الألماني ما شاء الله عليك يعني الحمد لله مجموعة يعني شهادات اللهم لك الحمد الشهادات وحدها ما تنفعش لكن تمارس. الممارسة كانت عندي خبرة احتكيت في الدوري المصري نادي عارق نهنيهم جمهور كبير ونادي وقبل ذلك كنت في نادي كنت كانت عندي تدربة بسيطة في الدوري السعودي نعم. كنت لاعب سابق في الدوري السعودي وكان عندي في التدريب كانت عندي في نادي شباب لكن ما كانش عندي تجربة نعم واخذت شهادات توجهت اني ودي نشكر المدرب خوان غاريدو وجاني اتصال من تنزانيا وكان لما كان الطاقم الجزائري تحمست ورحت كمدرب محترف ما همني الصحنة بعيدة لكن رحنا وقدمنا وجلسنا نخدمه وراح الطاقم الجزائري كتب المكتوب انه ما يكونش وانا راني موجود معهم وجددت عقدي معهم وباش نكونوا سفراء ونمدوا صور على الجزائريين باش نفتحوا كيف هي ظروف العمل في تنزانيا بصراحة باش ظروف عادية ظروف شعب اول حاجة شعب مسالم يعني شعب مسالم ناس طيبين نهني رئيس الاتحادية التنزانية المسؤولين عن الاتحاد التنزاني الوزير في اهتمام كبير بالكرة التنزانية ما ننسوش بلي 2027 راح يكون كأس إفريقيا في تنزانيا يعني البنية التحتية تغيير في ملاعب في أشياء كبيرة في تنزانيا تنظيم ثلاثي تنظيم ثلاثي مع كينيا وأوغندا وما ننسوش أنه تنزانيا من الدول السياحية دار السلام ومحمية أكبر محمية في العالم وعندهم زنجبار عندنا يعني الناس تحترمك ولما انت تفرض شخصيتك واحترامك لازم تبقى في اسمح لي محمد انا بك سؤال أسامة تفضل يعني لما مسكت المنتخب التنزاني او في اسماعيلية يعني الحراس هذوما كيفاش كانت ليفوليسيون تاع الحراس هذوما بعد ما خدمت معهم في البداية أكيد شوف أنا لما رحت نادي الإسماعيلي نادي كبير كنت خايف في البداية لكن أنا عندي كان عندي الرغبة بالنجاح لأنه إحنا جالسين نشوفه خلاص زمن أنه نبقى والشباب هم اللي راح نشوفهم نشوفنا أكثر المدربين اللي في العالم 30 سنة 29 سنة 31-32 لكن ما تقدرش تروح تتوجه للتدريب وانت ما راكش عندك مثلا شهادة أنا لعبت وعندي خبرة لكن الخبرة واللعب ما الوحده ما يكفيش لازم تدخل للميدان والميدان هذا لما دخلت في الأول كانت عندي صعوبات لكن مع العمل والشغل الناس احترمتني حتى بعد ذهاب غاريدو جلست أنا في نادي الإسماعيلي يعني لماذا لم تكن لك تجارب في الجزائر وقلت بأنك اشتغلت مع غاريدو بالعكس نقطة مهمة أنا غاريدو بعد قبل حضور اتحاد العاصمة كان سألني على الجزائر وخدم مني وكنت على أساس باش نخدم أنا وياه إن شاء الله في الاتحاد لكن أنا كنت في المنتخب التنزاني صعب أني أخلي منتخب تنزانيا انه عندي طموح كبير نادي كبير نادي اتحاد الجزائر واتحاد العاصمه لكن انا كنت مرتبط مع منتخب تنزانيا وبالعكس ما حبيتش حبيت ننجح يعني اكثر يعني طموحك طموحنا ان شاء الله لما لا نكونوا في المنتخب الجزائري طموح مشروع كما نور الدين زكريا طموح مشروع بالعمل والاصرار والواحد يثبت وجوده
ونعطوا صورة، أهم حاجة نعطوا صورة مليحة على المدرب الجزائري، وإحنا كجزائريين الحاجة المليحة إنه لما نروحوا للخارج أفضل حاجة نوصلها إنه نكونوا مع بعضنا. نعم. لأنه إحنا راح نكونوا سفراء. نعم. في الأول والآخر إحنا لما أنا نروح لمصر ولا نروح السعودية ولا نروح لتنزانيا، لما نكونوا إحنا متفاهمين ونروحوا بطريقة راح الناس نفتحوا مجال الجزائريين واحد آخرين. شفنا عبد الحق بن شيخة في نادي سيمبا، صراحة عندي لاعبين وعندي حارس ما يشكروه ويشيدوا به، خلى مكانه نظيف وقدم مستوى كبير. هذا هو اللي نطمحوا له، انه احنا كجزائريين لما لا لازم نحترفوا برا ونعطوا صوره مليحه للمدرب الجزائري.